هلا كنت اشتغل انا من اول لجربته. هلا شو مكان؟ بس طبعا 90% هلا الغنمات و10% الشغل كونه لبين ما صاروا يعطوا الغنمات، مثلا بيع لنا خروف، بيع لنا كيلو حليب، بيع لنا فطيمه. كتبوا اعلان عم يسجلوا على مشاريع صغيره غنم. رحت محل الاعلان على السولا الموجوده بالدور، صفيت مثل هالبشو، وصلت لعند الموظفه، دفتر العيله، سالتني كم ولد عندك، وين ساكن، بيتك اجور، بيتك مين واجور، قد ايه لك هون، شو بتشتغل، شو مصروفك، شو مدخولك، قد ايه بتصرف موبايل، يعني لمحه ذاتيه كامله. ايه جاوبنا اياه. واجوا مره ثانيه، طلعت من المقبولين الحمد لله. قدم لي غنمتين، نعشتين، و100 كيلو شعير، و100 كيلو مخوله، وطبيبه، واشراف بشكل يومي لمده ولهلا. بس هذا المشروع مثل ما بيقولوا طلعني من الصفر لفوق. هلا عم تحكي لي بعد 5 سنين اذا الله اعطوني عمر انا ملك. ووضع المادي ممتاز بعد 5 سنين. هو اقل ان شاء الله، اقل من 5 سنين بكثير اذا الله بيريد، اذا ضلينا هيك. هلا انا من بعد سنتين ما استلمت المشروع بصنف حولي هلا انه انا وقفت على قاعده ثابته مثل ما بيقولوا، وقفت على جري، يعني لنبسطها بشكل مثل ما بيقولوا ضياعجي، انه هلا انا ظهري قوي. غنماتي 23 غنمي منهم بالام بالسهل، يعني هدول موسم من حلو، يعني هدول اذا قصه بصبر عليهم شوي مثل اللي عم يعمر بيت. ثبتنا القاعده، انا هلا ثبتت القاعده تبعي، عرفت؟ ان شاء الله من هون لسنتين تتطور الامور وبتصير 200% باذن الله، وبصير ملك. انا ما بكفيك، انا بدون هالمنحه ما عندي شيء، يعني اللي بشتغل فيهم باكل فيهم. مثلا هلا انا قبل ما كنت اعرف الغنم، عرفت كيف؟ فهالغنمتين اجوني مثل ما بيقولوا مثل انه مفتاح لحياتي، شيء طرف خيط انا مسكته بايدي، انه تعلمت كل شيء. تعلمت مصلحه ومهنه. يعني بصراحه انا قبل منحه ما كنت افكر لا ربي غنم ولا ربي. ومثل ما بيقول المثل الغنم غنيمه. فهالمنحه جابت لي هالغنمه، صرنا نشتغل، صرنا نقول بدنا نكثرهم، بدنا نكثرهم، بدنا نكثرهم، ودعمونا شوي هن والحمد لله. فلولا المنحه يعني اللي بيشتغل فيهم بصراحه بدي اكل واشرب فيهم، يعني ما في. تعبت نفسيا، تعبت جسديا، تعبت، بس الحمد لله ابو غالي بسابي وابو ضي بيعجبك.